دائما بكون في مجموعة من الناس في مختلف مجالات حياتنا، مجموعة اكسكلوسيف، مجموعة مش سهل تدخل عليها. في المدرسة كانوا جماعة الكول اللي بيكونوا في فريق المدرسة واللي عندهم أجدد أواعي واللي الكل بتمنى إنه يكون صحبة معاهم. بالشغل يمكن يكون الناس اللي دخلهم أكتر إشي، وفي الحياة الاجتماعية بشكل عام هم الناس اللي كل حد بده يكون أصحاب معهم، كل حد بده يكون معاهم. في حياتكم يمكن هاي الدوائر أو هاي المجموعات تكون مختلفة، أو معيار الناس اللي في هاي المجموعات يكون مختلف شوي، بس السؤال هو كيف تدخل؟ كيف تنضم؟ كيف تكون جزء منهم؟ فبهذا الفيديو حنطلع على أكثر من نقطة. أول نقطة هي كيف تعرف إذا أنت لازم تنضم لهم أو لا؟ ثاني نقطة هي بعض المخاطر لما أنت تحاول تدخل على هاي المجموعة. وثالث نقطة إذا أنت قررت إنه لا بدك تدخل وبدك تكون جزء منهم، كيف تعمل هذا الإشي بنجاح؟ أول نقطة كيف تعرف إذا هاي المجموعة فعلاً حتفيدك أنت لو تكون جزء منها؟ صعب إنك تحكم على المجموعة من برا قبل ما تنضم، بس من الأسهل إنك أنت تحكي مع أفراد في مواقف مختلفة. فأنا لما كنت في المدرسة وكانت هاي المجموعة أشوفها من بعيد وأشوف وأسأل حالي يا الله يعني شو بيعملوا شو بيحكوا، ما كنتش أنا جزء من المجموعة ولكن كنت صحبة مع أفراد من هاي المجموعة، وكنت أسأل هدول الأفراد أنتوا في أوقات فراغكم في الويكندز في الإجازات شو بتعملوا، وكان يحكي لي. وصار واضح جدا إنه هاي المجموعة النظرة اللي بعطونا إياها من برا أبدا ما هي نظرة واقعية عن اللي عن الحياة اللي هم عم بيعيشوها. كان في مشاكل كتير، كانت حياتهم جدا مملة وبتحس انها سامة، كمية الغيرة في المجموعة هاي كان اشي لا يصدق. بالاخير بتحس كل اللي بنضم للمجموعة او كل حدا جزء من المجموعة عندهم مشاكل وحاسين بالحزن يعني مش مبسوطين زي ما احنا شايفين من برا. انا لما شفت هذا الاشي ولو انه انا ما كان عندي الفرصة اني انضم قلت بتعرف منيح اني انا مش جزء منها. بس في مجموعات تانية لما تسمع الكلام اللي هم عم بيحكوه تقول والله لا هي مجموعة حلوة. ممكن انت تشوف مجموعة تفكيرها عن الحياة تفكير منعش، تفكير مش بس ايجابي بس في شغلات استراتيجيه افكار وجهات نظر بتساعدك انك انت تطلع حالك وتقول واو انا حاسس اني انا بدي اصير احسن بسبب هاي المحادثه، او انا صرت حاسس حالي بني ادم احسن لاني قضيت وقت مع هدول الاشخاص. فوقتها انت بتحس انه هاي المجموعه انت حابب تصير جزء منها. فصار في فرق واضح بين المجموعه المضره بس صورتها من برا حلوه، ومجموعه صورتها من برا يمكن حلوه او عاديه ولكن فيها فائده كبيره. وكونك جزء من هاي المجموعة مردودها إلك حيكون رهيب. أحد الأشخاص اللي أنا تعرفت عليهم مؤخرا سأل عن الحياة الاجتماعية، فقال أنا أكثر شيء بكرهه في حياتي الاجتماعية إنه أنا كل ما أضم شخص ولو بشكل بسيط على شغلة أنا بعملها في حياتي هو بتوقع مني إني أكون موجود كل مرة هو بيعمل فيها شغلة، يعني زي إنه لأنك أنت كنت موجود اليوم أنا هلأ لازم أكون موجود كل مرة أنت بتعمل فيها شغلة. وهذا اللي بوضح إنه هم مش أصحاب، إنه هاي يعني انه العلاقة بينهم علاقة شغل تقريبا او علاقة ما بدي اقول مصلحة، ولكن انه لازم انا لما اعمل شغلة انت ترد لي اياها، وهذا مش شرط اشي صحي لما انت تكون من ضمن مجموعة ودائما هاي المتطلبات. وهذا بدخلنا على تاني نقطة، بعض الاضرار انك انت تحاول تدخل على المجموعة او انك دخلت على المجموعة الغلط. في ناس شو بحاولوا يساووا لما بدهم يدخلوا على المجموعة؟ بحاولوا انهم يطلعوا على المجموعة اللي حابين يدخلوا عليها ويشوفوا انا شو ناقص فيه وكيف ممكن أسير زيهم عشان هم يضموني. في قصة صارت معنا في المدرسة، شاب، هذا الشاب ما كان بينتمي لأي مجموعة، دائما في حياته المدرسية كان بيدور على مجموعة أو حدا يضمه على أساس أنه هو يكون جزء. شو المشكلة؟ عشان كان بيحاول يدخل على هاي المجموعات المختلفة كان دائما بيحاول يغير من شخصيته بطريقة مش طبيعية، بطريقة كل حدا كان شايف أنه مش أنت، هذا مش أنت، أنت عم بتحاول تتصنع أو بتحاول تكون شخص مختلف، وعشان هيك ما في مجموعة حاول يدخل عليها تقبلته زي ما هو. أكتر شيء كان زعجني إنه هو بحياته كلها كان يفكر شو الناس بدها منه بدل ما إنه هو يكون على طبيعته ويشوف مين ممكن يصاحب. وبعض المرات كتير بتشوف يعني عم بغير من حاله بطريقة إنه يعني لا إنك أنت عم تستفيد ولا إنه حركاتك أو تصرفاتك حلوة ولا أي شيء، صار بني آدم مختلف تماما عشان يرضي مجموعة اللي هم أصلا مش معبرينه. فهو ضاع بالمعنى الصحي وبالمعنى الأخلاقي، ضاع من ناحية مستقبله ومن ناحية الجامعة اللي راح عليها والدراسة، وضاع من ناحية انه بعد كل هذا لسه ما دخل على المجموعة ولسه تخرج وما بتقدر تقول انه عنده والله صاحب او عنده صديق مقرب منه، فضيع حياته بس وهو بحاول يرضي الناس عشان يدخل على المجموعة. فهي من الأضرار انه انت لو ما كنت على طبيعتك ولو كتير عم بتحاول تغير من حالك عشان والله الناس تشوف انه هذا مفروض يكون جزء منا عشانه بشبهنا، انت عم تعمل اشي خطأ. لانه لما انت تحاول تكون شخص مختلف حيجي الوقت وتبين على طبيعتك والناس حيلاحظوا لحظة شوي ما بدنا اياه هذا يكون معنا خلينا نطلعه برا. هلأ نفترض انت على طبيعتك وانضميت لمجموعة كنت مفكر يمكن تكون مجموعة ممتعة او الاحاديث اللي هم بيحكوا عنها احاديث شيقة، بس لما دخلت معهم
لاحظت مرة تانية موضوع الغيرة هذا مش طبيعي. لاحظت انه الناس كتير بيحكوا ورا ظهور بعض كتير لدرجة مش طبيعية. والأسوأ من هيك ناس برا شكلهم صحبة، شكلهم عليم الله أو منهم مع بعض. غير هيك بتحس الطريقة اللي بيحكوا فيها مع بعض كذب، على غش، على بتحس حكيهم مش مباشر. فأنت وقتيها بدك تحاول أنت تشوف هاي الشغلات من البداية قبل ما أنت تتعمق مع هاي المجموعة، وقبل ما الناس هي كمان تتمسك فيك. فلازم تعرف إذا هاي المجموعة ما فيها خير إلك اطلع على طول. ببداية أي علاقة سواء مع فرد أو مجموعة الناس حتقول ليش وليش زعلت وليش صار كذا. بسهولة ممكن تحكي والله أنا مشغول، مش نفسي، تعبان، وعادي هاي الأعذار بالبداية حيحكوا لك طب ماشي المرة الجاي. حتبلش أنت شوي شوي تبعد عنهم، وكل ما زاد الوقت كل مهمة أصلاً بلشوا ينسوك وبلشوا يحسوا إنه خلص أنت مش بالمجموعة، ما حدش حيسأل عليك. وهذا اللي أنت بدك إياه لما تكون المجموعة مضرة بالنسبة لك. نفترض إنك لقيت مجموعة حسيت لا هدول والله تشك، أدب، أخلاق، محاديث حلوة، شيقة، ممتعين، أولاد ناس، كيف أكون جزء منهم؟ ما بعرفهم، أو أنا مثلاً جديد على الشغل أو جديد على المدرسة، كيف أنا أكون جزء منهم؟ أول شغلة لازم تذكر حالك فيها إنه يمكن هم بيعرفوا بعض صار لهم فترة طويلة، وإحنا عارفين الصداقات القوية شغلة كتير بتساعدها هي الوقت. فأنت بدك تكون صبور مع حالك وما تستعجل الأمور وما تتسرع. فلما تشوفهم ممكن تسلم من بعيد، يمكن تحاول تضرب صحبة مع الأفراد المختلفين. وحتى الصحبة هاي لازم تكون طبيعية. يعني نفترض عندك أنت مجموعة فيها 5-6، بس أنت عن جد حسيت إنه في 2 منهم كتير ارتحت لهم، ما تحاول انك تزيف علاقتك مع باقي الناس بس عشان انه المجموعة كلها هي تحبك. لو علاقتك مع هدول الشخصين منيحة حييجي الوقت وهم لحالهم انهم يعزموك او يحكوا لك تعال انضم لنا احنا عم نعمل هاي الشغلة مع بعض. فبدك انت تاخد وقتك، حاول انك تصاحب الافراد بس تكون مصاحبة مش مصاحبة مصلحة، لانه مرة تانية حيبين الموضوع. حاول شوف هدول الافراد لو حكيت معهم انت واحد واحد كيف تستمتع بالنقاش؟ حسيت والله عن جد كان إشي حلو بدك تعيدها مرة تانية. فهذا الحكي ممكن يكون بس على 1 أو 2 حتى لو المجموعة كبيرة. الشيء الثالث، لو في شغلات مميزة في هاي المجموعة بدك تحاول إنك قدر المستطاع تحطها في حالك. مثلا نفترض في مجموعة في المدرسة أو الجامعة واحدة من الشغلات الأساسية هي العلامات، فأنت بدك تحاول ولو انك منسجم مع الناس، ولو انك انت بتستمتع في وجودهم وهم بيستمتعوا في وجودك، العلامات اشي اساسي لازم انت تتجاوزه او يكون عندك اياه عشان تنضم. فبهاي الحاله لا، انت بدك تحاول تحسن هذا الاشي فيك، او بدك تحاول تخلي هاي الميزه موجوده جواتك. في مجموعات رياضيه مثلا بتقول انه في مستوى رياضي معين لازم انت تكون فيه عشان انت تنضم. فلما الناس يحطوا هاي القواعد او هاي المتطلبات ومتطلبات ما بتضرك، انت هيك في محاولتك للانضمام للمجموعه عم بتغير من حالك بطريقه حلوه وما فيها اي ضرر سواء انضميت او ما انضميت. الاشي الثالث، ما تحاول زيادة عن اللزوم. يعني صح الحلو انك توريهم انك حابب تكون صحبة معهم او تحاول تكون جزء منهم، بس لما يحسوا انك انت مدبق او ملزق او كتير، الناس هتحكي لحظة شوي خلينا نبعد عنه، خلينا نحط شوية مساحة بينه وبينه. لانه ما حدا بحب لما شخص يكون ملزق فيه، لما شخص يكون على راسه فوق 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 كل شيء كل شيء كل شيء. بس لما هم يحكوا لك والله في عنا هاي الفرصة وفي هذا التجمع، إذا حابب تكون موجود تعال، حلو إنك تكون موجود في هاي الفرص وهاي التجمعات، مش إشي غلط لأنه هم عزموا عليك. بس لما أنت تحاول سواء هم عزموا أو هم ما عزموا إنك تكون موجود في كل زمان وكل مكان ووجههم ووين ملفوا ووين مداروا، بتحس إنه هم بدهم شوي ياخذوا نفس، بدهم ياخذوا نفس ويبعدوا عنك. فلا تحاول تبالغ في الموضوع. وبناء على هاي النقطة أنت كمان خد بريك. صح أنت بدك تكون صحبة وصح بدك تنضم لهم، بس خد نفس. لو هم عزموا كل فترة وفترة قول حابب شوي ارتاح هاي المرة. لو انت بعت مسج لواحد وما رد عليك، مش شرط انك تصطح التليفون تبعه وتتصل مليون مرة ومليون مسج، ما رد عليك خلص اعطيه مجال، اعطيه وسع، لانه علاقات الناس ببعضها بدها وقت. وحتى مرات هم ممكن ينشغلوا سواء كافراد او كمجموعة، ممكن يكون في اشغال، ممكن يكون في شغلات تانية عم بتصير في الحياة مختلف عن هدف المجموعة هاي. وما نفهم الموضوع غلط لو حدا ما رد، او احنا اتصلنا وما رفع السماعة، او بعتنا مسج شافها ونسي يرد. بتصير هاي الشغلات، بتصير يمكن بالغلط كبس على المسج ونسي اصلا انه وصلته مسج منك. فخفف على حالك، لا تاخذ الموضوع بجديه زياده عن اللزوم، وذكر حالك انه بالنهايه انت بدك تكون جزء من المجموعه عشان الطريقه اللي انت بتحس فيها. فانت لو بلشت تحس بشغلات سلبيه ما الها داعي وما الها سبب، انت هيك ناقضت السبب الرئيسي لانضمامك للناس هدول. بالنهايه بناء العلاقات وبناء الصداقات مختلف مراحل الحياه شغله معقده، وما في طريق واحد بس عشان تعمل هذا الاشي صح. فكمان من الضروري انك انت توثق في حالك، تشوف انت كيف حاسس في الموقف، وعلى هذا الاساس تعمل الاشي اللي انت شايفه هو الصح. مره على مره حتبني انت الخبره، ومره على مره هذا الشعور الداخلي حيكون ادق وادق.
إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو، لا تنسوا تشتركوا في القناة، وإن شاء الله بنشوفكم في الفيديو الجاي. أو أنا صرت حاسس لا كيف أحكيها؟ لا كيف أحكيها؟ جملة كيف أحكيها؟ 20 minutes later. أوكي كيف ننهي الفيديو؟ بطلنا عارفين نحكي guys.